أعزائي الطلبة والطلبات، معكم مستر أحمد فوزي، والنهاردة هنبدأ مع بعضنا شرح القصة اللي هي ميرشنت أوف فينيس اللي هو تاجر البندقية. وهنبدأ طبعا مع بعضنا تشابتر 1 الفصل الأول، ويتكلم على money for a friend. نبدأ مع بعضنا كده تشابتر 1 في القصة بتاعتنا ميرشنت أوف فينيس. شابتر 1 بيتكلم على money for a friend، يعني المال من اجل الصديق. نبدأ مع بعضنا كده الفوكاب الكلمات الموجودة على chapter. buy، buy هنا معناها طبعا يشتري، to give money for something، والباست منها طبعا bought. sell هنا يعني يبيع، والباست منها sold معناها كده to take money for something. merchant هنا معناها this man buys and sells things، معناها تاجر. marry هنا يتزوج، to make somebody your wife or husband. agree هنا معناه يوافق، to say yes. lend هنا معناه طبعا البست منها lend، ومعناه طبعا يسلف، to give for a short time. borrow هنا معناه to take for a short time، معناه يستعير أو يقترض. money lender معناه this man's job is to lend money to people، وده الشخص اللي هو بيعطي فلوس بالربا. pay والباست منها بيد، يعني يدفع او دفع، to give money to somebody. business طبعا ده الورك اللي هو العمل. joke، joke هنا معناها نكتة. a thing you say or do to make people laugh. pound هنا معناها جنيه، طبعا عبارة عن a half kilo. flesh معناها هنا رسم انسان. soft part of a person's body. sign معناها to write your name to show that you agree، معناها كده طبعا ان انت بتوقع على توقع اسمك. bond هنا معناها عقد. an old word for a paper which says that you agree to do something. نبدأ مع بعضنا كده question number one. why was Venice a very rich and important city؟ ليه طبعا فينيس اللي هي البندقية دي كانت مدينة مهمة جدا وغنية؟ الإجابة طبعا هنقوله because Venetian ships crossed the Mediterranean Sea to North Africa and the East. طبعا لأن السفن طبعا اللي هي كانت السفن الفينيسية أو اللي من فينيسيا، فينيس، كانت بتعبر أو عبرت البحر المتوسط to North إلى الشمال الأفريقي and the East والشرق. ده طبعا ليه كان فينيس كانت مهمة جدا وكانت ريتش غنية. question number 2 بيقول why did باسينيو go to ask Antonio for help؟ ليه طبعا باسينيو كان هو ذهب عشان يطلب من أنطونيو المساعدة؟ نقول باسينيو wanted to marry Portia، كان عايز طبعا يتجوز من Portia، but he didn't have enough money، لكن ما كانش معاه طبعا المال الكافي، to give her lots of expensive presents، عشان يديها طبعا الهدايا الغنية او الهدايا اللي هي الغالية. so he wanted Antonio، عشان كده كان عايز من أنطونيو ان هو to lend him money. did people love Shylock؟ why؟ هل الناس حبوا شايلوك وليه؟ people didn't like Shylock as he lent money to people، كانش بيحبوه طبعا لان هو كان بيسلف الناس بعض الأموال and made them pay back، وبعد كده يخلوهم يدفعوها أو يردوها more than they had borrowed، بأكثر مما إيه هم هو خدها طبعا، يعني كان بيخلوهم يدفع فلوس أكتر. he loved the money more، وحب الفلوس كتير than anything، أكتر من أي شيء. في question number 4 بيقول له who was Portia؟ من هي Portia؟ Portia was a young Venetian woman، كانت طبعا سيدة من فينيس. from a good family من عائلة جيدة. was good كانت جيدة and beautiful كانت جميلة. she was a very rich young woman، وهي كانت طبعا غنية جدا. why did lots of young men visit Portia؟ ليه كان في بعض الرجال اللي هم كانوا بيزوروا Portia؟ lots of young men visited Portia to ask her to marry them، عشان طبعا يطلبوا منها الزواج، يعني يتزوجوا منها. who was
باسينيو. باسينيو ده كان was a handsome young man، شخص وسيم كده، شاب صغير، from a good family، عائلة جيدة، but he wasn't rich، لكن هو ما كانش غني. why can't Antonio، لا أنتونيو ما قدرش lend money to باسينيو، ما قدرش يسلفه فلوس. Antonio didn't have money at that time، ما كانش معاه طبعا فلوس في هذا الوقت، because all his ships، لأن كل السفن بتاعته were at the sea، كانت في البحر. he was waiting for them، وكان مستنيهم كلهم to return، ان هم ايه يرجعوا. في question number 8 بيقول how can Antonio get money for Bassanio، ازاي انطونيو حصل على المال لباسينيو. Antonio decided to borrow money، قرر طبعا ان هو يقترض المال from Shylock، من شايلوك، the money lender، من الشخص اللي هو كان بيدي فلوس بالربا، يعني ايه ياخد فلوس، يدي الناس فلوس وياخد منهم ايه الفايدة اكتر. طبعا هو ذا انتونيو، انتونيو ذا ميرشانت اوف فينيس، كان طبعا تاجر البندقية. was a kind and generous، كان هو طبعا ايه kind و generous، عطوف man. he was a good friend to باسينيو، وهو كان صديق جيد مين لباسينيو. بعد كده هنا طبعا question number 10 بيقول له who was Jessica، من هي جيسيكا. Jessica was Shylock's only daughter، كانت طبعا الابنة الوحيدة لمين لشايلوك. she never went outside، هي عمرها طبعا ما خرجت بره البيت، outside the house. she did all the homework for her father، وكانت طبعا بتعمل كل الهاوس وورك مين لباباها، اعمال المنزل. why did Shylock hate Antonio، ليه شايلوك كان بيكره طبعا انتونيو. قال لي شايلوك هيت ده انتونيو because انتونيو sometimes احيانا lent money to friends for free، لان طبعا انتونيو كان بيدي اموال لبعض الاصدقاء for free، مجاني. and this way very bad for شايلوك، وطبعا الطريقه دي كانت سيئه جدا لشايلوكس بيزنس، لاعمال مين شايلوك. في question number 12 بيقول له what was شايلوك idea، طبعا كانت ايه الفكره بتاع شايلوك اللي هي الديرت بلان تو ليند انتونيو ماني، ان هو يدي انتونيو فلوس. قال شايلوكس ايديا ووز ذات ان اف انتونيو كانت باي باك ذا ماني، لو ما يقدرش يرجع الفلوس تاني، شايلوك وود تيك ا باوند اوف انتونيو فلاش. كيشن نمبر 13 بيقول له واي ديد انتونيو اكسبت ذا بوند، ليه انتونيو قبل ال ليه طبعا قبل العقد اللي هو وقعه معاه ده، ان هو ياخد قطع من جسمه. because he was sure، لان هو كان متاكد that all his ships، لان كل السفن بتاعته would come before the day of payment، ان السفن بتاعته كلها ترجع قبل اليوم بتاع الدفع. الجزء اللي بعد كده معانا طبعا هو الكومبليت، يجي هنا طبعا يقول لي كومبليت اهو. because Venetian ships crossed the Mediterranean Sea to and the east، طبعا هو عايز من هنا طبعا مننا اللي هي ايه نورث افريكا، نورث ايه نورث افريكا. اوكي في question number 2 هنا بيقول لي باسينيو was a handsome young man from a good family but he wasn't yes but he wasn't ايه، ما كانش طبعا rich، ما كانش ايه غني. نمبر 3 بيقول له انطونيو اوف فينيس was a kind and generous man، he was a good friend to باسينيو. يبقى انطونيو ايه yes the merchant، انطونيو ايه the merchant اللي هو ايه التاجر. the merchant of Venice was a kind and generous، عطوف وكان كريم. he was a good friend to باسينيو، كان جاي صديق جيد لمين باسينيو. في question number 4 بيقول لي Portia or Portia a young Venetian woman from a good family was good and beautiful، she was a very young woman، طبعا هنا كانت ايه كانت ست طبعا او سيدة rich، rich يعني ايه غنية. في question number 5 بيقول lots of young men visited Portia to them،
هما طبعا كانوا بيزوروها ليه؟ عشان تتزوج منهم. يبقى ماري زيم، ماري ايه زيم. فكريستيان نمبر 6 يقول باسينيو wanted to marry بورتيا but he didn't have to by didn't have a to give her lots of expensive presents so he wanted Antonio to lend him money. طبعا didn't have ايه didn't have money، ما كانش معاه طبعا ايه فلوس او enough money. في نمبر 7 أنطونيو didn't have money at that time because all his ships were كل السفن بتاعته كانت ايه were at sea، يعني كانت فين في البحر at a sea. Number 8 بيقول أنطونيو decided to borrow money from the money lender. طبعا قرر ان هو ايه يستلف فلوس من مين؟ من شايلوك. من مين؟ شايلوك. Question number 9. People didn't like Shylock as he to people and made them pay back more than they had borrowed. He loved the money more than anything. طبعا هنقول هنا ايه؟ Lent money. Lent ايه؟ Lent money. يعني كان بيسلفهم الفلوس وياخدها اكتر مما بيديها لهم. في نمبر 10 جيسيكا ووش شايلوك، شايلوكس اولي، كانت طبعا مين؟ دوتر، دوتر الابنة الوحيدة. Yes, she never went outside the house. هي عمرها طبعا ما طلعت برا البيت. She did all the housework for her father. كانت تعمل كل الأعمال المنزل لمين؟ لباباها. في question number 11 شايلوك hated Antonio because Antonio sometimes lent money to friends. كان بيدي أصدقاء الفلوس for free. for ايه؟ free، يعني مجانا من غير أي ايه فلوس، من غير ما ياخدها يعني ايه بفايدة. في question number 12 شايلوك's idea was that if Antonio can't pay back the money شايلوك would take. كان في اتفاق بينهم طبعا لو ما قدرش يدفع فلوس هياخد منه ايه a pound. Yes, a pound of Antonio. Flesh. Okay. ده بالنسبة لشابتر 1 اللي كان معانا. أتمنى إن احنا نكون استفدنا من الشابتر. Thank you very. Goodbye.